رح أطلع لمحل. بعد ما تابع الجمهور في رمضان في الجزء الثاني من مسلسل الموت، أكيد الكثير مهتمين يعرفون الأعمال الجديدة اللي حضرها بديع أبو شارة. لهالسبب نحن تواصلنا معاه واتفقنا على موعد في بيروت، وبديع وصل بموعده كالمعتاد ومن دون أي تأخير. بهالطريقة وعلى الموتور سايكل وصل بديع أبو شارة للقائنا. طبعا بدنا نوفر. بالمقابل بديع ما يفوت أي فرصة تمثيل ممكن تضيف في مسيرته الفنية. عم نحضر أشياء جديدة، فيها نوع جديد من البيولوجي فيرسس تكنولوجي، يعني خلينا نفوت بهالموضوع بهالمواضيع بالمسلسلات، لأنه هيدي مواضيع هلا مستجدة وهيدي مواضيع ترندي بالعالم، وهيدي مواضيع بتهم جمهور جديد مش كتير بحب يتابع الدراما التقليدية، الدراما العائلية، الدراما المعتمدة على الحب والعواطف، لا بحب شغلات تانية. فهذا جمهور كمان إنه حق علينا إنه نقدم له مادة بتشبهه، ونحن أيضا علينا حق نكشف للجمهور كل تفاصيل هالعمل. أنا عم شارك بالتحضير وبالكتابة طبعا، مجموعة نحن 4-5 أشخاص يعني عم نتشارك سوا بالأفكار لنحضر شيء، لأنه بالنهاية الواحد وصل لمرحلة صار بده يحط أفكاره مش بس يتلقى أفكار غيره، لا صار في حاجة انه نحط افكارنا، وعم نجرب وعنا القدرات ان شاء الله تزبط معنا ويكونوا شركات الانتاج شوي يعني جريئين بطرح هيدي المواضيع الحديثة. حاليا بديع مشغول بتصويره خارج لبنان لمسلسل طويل المفروض ينعرض قبل نهاية العام، ولكن هالعمل بديع تكتم عن تفاصيله. في مسلسل ما في ليبل للموضوع، بس اللي بقول لك اياه انه عم بلعب شخصيه بتشبهني، يعني مفروض بعد عنا شي شهر ونخلص هيك، ما بعرف مش حاضره بعدنا، بكره بس احضره وبخبرك عنه. وهذا مش كل شيء، في فيلم مبدئيا عم يتحضر له لازم يتصور قريبا، المخرج فؤاد عليوان اللي عمل فيلم عصفوري، هيدا الفيلم عم يتحضر له ان شاء الله الظروف تساعدنا انه نقدر نصوره، لانه فيلم جدا غريب وبسيط بنفس الوقت، جدا عميق وسهل بنفس الوقت، وهودي الأعمال اللي إذا كان الممثل حقيقي بخوفوه بيرعبوه. وعن قصة هالعمل هذا اللي عرفناه، هي قصة اثنين أصحاب، واحد مخرج وواحد يمثل، صار معهم حدث وبعد 15 سنة كمل الفيلم. الفيلم صعب جدا بالنسبة لي كدور، كتير صعب، رعبني يعني. وإلى جانب بديع عدة نجوم بيشاركون بهالعمل. بعد لحد هلأ ما نعرف ديتيلز، بس اللي بعرفهم يعني أنه ممكن طلال الجردي كمان يكون موجود، والشغل مع طلال متعة لأنه طلال بيعطيك طاقة هائلة يعني بدك تلحق له. بما أن بديع سمى طلال فحبينا نلعب معاه لعبة ونسألها عن أسماء زملاء آخرين، والبداية بسؤال حول من الأقرب لقلبه. بالفترة الأخيرة كان في عبدو شاهين، أنجو ريحان، ندى أبو فرحات. ومن الأصدق؟ طلال الجردي. ومن الأعمق؟ رودريك سليمان. ومن الأصعب؟ رودني الحداد. طيب من الأسهل؟ الأسهل باسم مغنية. والأهضم؟ وسام صباغ. ومن الأكثر جنونا؟ أنا.